ومن الكويت ينضم إلينا الأستاذ فؤاد الهاشم الكاتب الصحفي. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا بك يا هلا. يعني بعد نهاية هذا الاجتماع مع ريكس تيلرسون يتوجه إلى الكويت، وهو كان بدأ جولته الخليجية فيها، ما الذي يحمله ريكس تيلرسون في الكويت وما المتوقع أن يعود به؟ ابدا، هو اساسا وصلنا الى الكويت وهو معه في جيبه قائمه طلبات، يعني اعطونا طلباتنا ونعطيكم طلباتكم من الدوحه. الدوحه لا تفعل ذلك من تلقاء نفسها، بلد صغير لا يملك حتى عدد طيارين بما فيه الكفايه لكي يجعلهم يقودون ال 25 طائره التي اشتروها من الولايات المتحده قبل شهر وهي بحوالي 21 مليار دولار. وبالتالي هي الان نخله قط، وانا كررت هذه اكثر من مره، هم المعول الذي يريده الامريكيون لشق اخر جبهه مؤمنه وامنه وهي منظومه دول مجلس التعاون الخليجي. الان المساله مماطله ويريدون تكرار القطري والامريكان معهم، تكرار السيناريو الايراني للمفاوضات الخمسه زائد واحد التي استمرت اكثر من 8 سنوات. ولا استبعد ان يغادر وزراء الخارجيه بعد شهر، اللي هم الدول الاربعه يعني التي هذا تقاطع خطر، بعد شهور الى استكمال مباحثات ومفاوضات الى جنيف، وندخل في جدل طويل عريض والى عواصم اخرى وتدخل فيها بقيه دول الاتحاد الاوروبي. الدوحه تنفذ مخططا مرسوما بدقه منذ صبيحه انقلاب عام 95. ولن تتخلى عنه وصرفت المليارات على التمزيق الوطن العربي باكمله، ووصلت حتى الى اعماق افريقيا بجماعات بوكو حرام. ويعني انا اتمنى او يعني على مصر كرائده ودوله زعيمه لافريقيا، مثل ما حدث في حرب 67 عقب العدوان يونيو حزيران، قطعت اكثر من 20 دوله افريقيه علاقاتها مع اسرائيل. نحن بحاجه الى النهوض المصري في افريقيا لقطع علاقات ايضا بالدول الافريقيه لقطر، والتي ايضا تضررت هي بما فيه موريتانيا والسنغال واوغندا والى اخره. فاذا الان السيناريو هو في عمر الازمه وتطويلها واستنزاف المنطقه بهذا التوتر وزياده القوات التركيه وطبعا الايرانيه والدواعش الان انتهوا من الموصل، والله وحده يعلم متى سيصيرون سوف تستضيفهم الدوحه. البعض بيقول انه يعني ما لم تستطع الكويت ان تفعله، ويعني اميرها يعتبر رب الاسره الخليجيه، هل ستستطيع واشنطن عن طريق ريكس تيلرسون ان تنجح فيه؟ هل يملك تيلرسون وصفه سحريه يعني لا نعرف مكوناتها؟ ابدا، هم الان القطريين يعني اجهجوا على الوساطه الكويتيه ولم يراعوا اي تقدير للكويت ولا لاميرنا امير الانسانيه ووزير خارجي اقدم وزير خارجيه في العالم، ووضع كل حكمته السياسيه في هذا الموضوع. ويعني رجل في 88 من عمره ويذهب اليهم رائحا وغاديا من اجل ايجاد حل هذا الموضوع، لكنهم ما الذي فعلوا؟ اولا سربوا قائمه المطالب الرساله التي يجب ان تكون سريه للكويت، ثم جاءوا الان يشتكون من انه دول المقاطعة شربت الاتفاقية التي وقعها أمير قطر في عام 2014. هم ملوك التسريبات وملوك الألاعيب وملوك المراوغات، هم يهود الخليج ولن ينفذوا وعدا ولن يلتزموا بأي معاهدة أو اتفاقية وقعوها. هم جاءوا لكي أمامهم هدف مرسوم وهو تمزيق المنطقة، والآن المنطقة السيناريو لم يكتمل، ما زالت دول الخليج تتمتع بالامن والامان، لكن الان بدا هذا المشوار، والامريكان طبعا ماشيين معهم على نغمداتها، وتيلرسون سوف يغادر ويترك الازمه موجوده وتتفاعل وتنكد. هل من الممكن ان تنضم الكويت للدول الاربعه المقاطعه لقطر اذا ما فشلت يعني هذه الجهود قريبا؟ والله شوفي، انا يعني بالنسبه لي كراي صحفي لا اعتقد ان اضافه بلد واحده مثل الكويت الى يعني مثلا مجرد رقم سيصبح لدى الاربع دول خمسه، وما الجديد في ذلك؟ اذا المساله الان اللي انا اهتم لها اكثر
واللي يجب الاعلام ايضا ينبه اكثر ان شعوب المنطقه 90 مليون مصري و35 مليون خليجي علموا الان الدور البشع الذي تقوم به الدوحه، وكانت تخدعهم بان قناه الجزيره هي موجهه للشعوب ضد الحكومات التي تطغى على شعوبها. هم الان 140 150 مليون نسمه عرفوا بان الجزيره والدوحه كانت تسعى لقتل الشعوب وليس لانصاف من الحكومات. هذا عندي اهم بكثير من انه لو تنضم الكويت او عمان، لانه النتيجه في النهايه واحده. امامنا بلد اسرائيل خليجيه صغيره مدعومه من قبل الولايات المتحده وتعامل بدلع ودلال زي اسرائيل، ولن يضرها ابدا ان تستمر في هذا طالما الامريكان يضعونها في حجرها. نعم، بشكرك شكرا جزيلا الأستاذ فؤاد الهاشم الكاتب الصحفي الكبير، حدثتنا من الكويت.